اول محطة مع الشيف شادي مع جراتان القرنبيط، رح ننتقل لعنده ونشوف قرشة ملح. احبائي صباح الخير، مظبوط يا غيدة. اليوم عندنا القرنبيط وعندنا كمان البروكولي، فبالقرنبيط رح نعمل هيك صوص بشاميل بس بالزيت مش بالزبدة، واكيد حدا رح يكون مبسوط كتير اليوم بالاستوديو بالنسبة لهذا الموضوع. كيف بنعمل نحن؟ فينا نستعمل الكريم فريش، يعني في اشخاص بيقولوا نحن اليوم فينا نستبدل الكريم فريش بالبشاميل. مزبوط، فينا نعمل فورتشيز، نعمل كمان انواع كتير من اللازانيا باستعمال الكريم فريش. اوكي، هلا بس في بعض الاشخاص بيحبوا بعضهم يستعملوا كمان البشاميل، ونحن عم نسهل لهم طريقتها، وهالطريقه رح اعملها انا هلا رح تكون كتير سهله، حتى ولد الصغير اذا عملها مش ممكن يغلبط، لانه عم نخاف دائما إذا عملناها ممكن يحصل معنا أو نوجد شوية كريات موجودين بقلب الحليب. مزبوط، خلنا نشوف سوا كيف بدنا نعملها. أوكي، هون أنا عندي شو اسمه الحليب، ما بعرف قديش الكمية، ما زنناها أو أنا زنتها، بس أنتوا حسبوا أنتوا ما زنتوا، ما بتعرفوا شو هي الكمية بالخالص. أخذنا شوية ملح، حطينا على هالحليب بهالطريقة هيك، جبنا جوز الطيب فريش نزلناهم كمان على هالحليب، طلعوا كيف حلوين كتير. بنتقل أنا هلأ، طلع هون اخذ طحين، الكمية اللي بدي اياها من الطحين، ما في، انا راح اخذ مثلا هون تقول 3 ملاعق 4 ملاعق من الطحين، وراح اروح على الزيت. فينا نستعمل اي نوع من الزيوت حسب ما انتم بتحبوا، انا عندي هون كمان زيت الزيتون، راح استعمل كمان شوي صغيرة، بحط زيت وبحرك تيصير معنا خليط او مزيج بيشبه مش اللبن، يعني مش الزبادي، أكثر مايل لللبنة. هلا بتشوفوا كمان كيف، وبعدين مننزل هالطحين والزيت اللي هني هلا صار عندنا نحن مثل الرو. مزبوط، بدل ما نحط زبدة وطحين بقلب الطنجرة ونضيف عليهم الحليب اللي عم يغلي، جينا تزكينا شوي صغيرة وقلنا صار عندنا رو هون. طلعوا ليكوا السماكة تبعيته كيف، يعني بين اللبن واللبنة. شو بعمل أنا هلا؟ بنروح على الحليب، بلشتوا تغلوا؟ نعم بلشوا يغلوا، طلعوا كيف، وبنزل أنا، ها طلعوا بهالطريقة. مين ما كان بيعملها مش ممكن يغلبط ابدا 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 ابدا. هلا كمان بقول لكم شغله، ممكن الكمية الطحين والزيت اللي بنكون نحن مستعملينها ما تأدي، شو بنعمل؟ بنرجع بنعمل شوي صغيرة من الطحين ومن الزيت. طيب إذا كمان أدت وفضل منا ما في أي مشكلة، فينا نحطها بالبراد أشهر، وممكن كمان تضلها سنة بقلب البراد من دون أي مشكلة، لأنه زيت وطحين ما عنا مشكلة. وفينا كمان نجمع فيها أي صوص ممكن، مثلا تقول عم نعمل بازيلا ورز وطلعت الصوص تبعيتنا شوي صغيرة سائلة بدنا نجمعها، فينا نحط من نحن عنا من هالزيت والطحين المخلوطين ونعمله. طلع هون شو عم بيصير، ليكو شو عندي هون البشاميل، رح نجيب هون مثل كفكير زغرور، نبلش نشوف. طلعوا هيدي هي البشاميل الشيف شادي عملها هلأ، طلعي كمان ابدا، او تطلعوا كلكم سوا، ومنعرف انها جاهزه وقت اللي نحن بنعمل هيدي الحركه من دون ما نطرطش حدا. هيدي كمان شغله كمان كثير حلوه، يعني بمعنى انا دائما بعمل هيدي الحركه هيك، بقرب عليها كثير كثير وبشوف اذا طرطش حالي، صرتي جاهزه حلوه بتعقدي. فيني حطك على بان ماري وهيك تضلك سخنه، وفيني كمان اطفي تحتك، ها بنطر البروكولي والقرنبيط اللازانيا الكانيلوني شو ما بدي، التالياتيلي اي نوع من الجراتين، وين بدي استعمل البشاميل. هلا لمحبين الكريم فريش وبدهم البشاميل بس نستعملها ما تجمد كتير وتضل، لما نحن بنجي بنقطع حتى اذا سخنا بعدين بردة الشغله بدنا نسخنها تترجع هالشغله تصير سائله، شو بنعمل؟ فينا نحط، يعني فينا ناخذ نحن كريم فريش شوي، وليكو قديش نجمع معها تنقول كبايه قديش، يعني عملت يمكن 4-5 ملاعق. بهالطريقه انا بخلي البشاميل دائما تضل وترجع صوص حتى اذا بردت وبعدين سخنناها. اوكي، اخذنا معلومات نحن كثير حلوه هلا عن البشاميل، انا عندي هون طلعوا كمان
المي بمي، بدي شو اسلقه هون الشيف شادي بده يسلقه بروكولي، هون ملح خشن بقلب المي اللي عم تغلي، وهون كمان المي عم تغلي ملح خشن، عندي انا من البروكولي وعندي من القرنبيط. وبدي اقول لكم شغله، اذا بتشوفوا قدامكم عندي كمان هون من وعاء موجود بقلبه مي، هيدا هون مي. ليش؟ لانه بعد البروكولي او بس يستوي او قبل ما يستويوا هني والبروكولي، البروكولي والقرنبيط بدقيقه بشيلهم وعلى المي المسقعه. ليه؟ لانه المي المسقعه بتحافظ لي على الخضره الخضراء او بتحافظ اللون الاخضر وبتخلي الخضره الخضراء يضل لونه اخضر. معي يا غيدة؟ فيكي ترجعي تقولي الجمله؟ بتخلي الخضره الخضراء ايه يضل لونه اخضر. معي؟ بتخلي الخضره الخضراء يضل لونه اخضر. يلا ماشي كثير ثانك يو. ما هدول بمصر بسموها بشاميلا، بالبشاميلا. ما شفت بني ادم بيحكي مع طبخاته واكلاته مثلك، ما في شك هيدا الشيء بخليهم يطلعوا طيبين اكثر، مشان هيك لازم تحبوا اللي عم تطبخوه، لازم تحبوا اكلاتكم وتحكون لحتى هن كمان بعدين يرجعوا يعملوا لكم مفعول اطيب اكيد ويرجعوا يكونوا طيبين مثل اكلات الشيف شادي. نموذج بلش مؤخرا بكانون الاول الماضي بال 2013 لجامعه الدول العربيه، هو رح يكون موضوعنا بعد دقائق مع ضيوفنا بالاستوديو، انما قبل الشيف عم بيحضر لنا اطباق عديده بالاستوديو، رح ننتقل لعنده ورشه ملاحه. احبائي من جديد، تنخبركم بس شو صار معنا باول خمس دقائق. سلقنا القرنبيط، بردناهم، حطيناهم بقلب كمان الصينيه الحلوه، وعملنا بشمال بالزيت مش بالزبده، طلعت بتعقد مع شويه ملح وشويه بهار ابيض وشويه جوز الطيب، وحطيتهم على وجه القرنبيطات. وشو عملنا؟ حطينا عليهم من جبنه الجروير. اوكي، فينا نحط اكيد موتزاريلا، فينا نحط ايمونتال، فينا نحط التشيدر تشيز، اي نوع من الجبنه اللي انتم بتحبوها، وبنحطهم بالفرن هلا بطريقه هيك، مولعين الفرن من تحت لانهم باردين، صاروا باردين شوي صغيره، وبننطر حوالي العشر دقائق، بنطفي من تحت بنولع من فوق، بنعطيهم اللون الحلو وبنقدمهم بعدين. فينا نحط مع القرنبيط بالبشاميل بالفرن شو ما بدنا، شو ما بدنا. اذا مش صايمين فينا نروح على الدجاج، فينا نروح على السمك، فينا نروح على الخضره، الخضره مع الدجاج، الخضره مع السمك، اللحمه اللي بدكم اياه، باستا، نودلز، اعملوا اللي بدكم اياه. اوكي، شغلتين كمان عملناها هي البروكولي. سلقنا البروكولي بس غليوا حوالي دقيقتين ثلاثه، شلتهم انا من المي المغليه، حطيتهم بالمي المثلجه، يعني مي بقلبها كان في ثلج، لك بعدهم كمان محافظين على لونهم الاخضر. خلينا هلا شو نعمل؟ نجي نصفيهم بهالطريقه، واجي انا لهون حطهم بقلب الجاط، واللي رح اعمله فكره كثير حلوه تنحضر كمان نحن السلطه، فكره كثير حلوه تنحضر كمان نحن السلطة من البروكولي. ليكو شو أنا عملت هون، عنا من الفلافل حلوة صفرة وحمرة، عنا الخضرة، عنا كمان من البصل، طلعوا كمان، عندي كمان من الذرة، وعندي كمان من البازيلا. بهالطريقة بنكون كمان عم ناخد أفكار عديدة حتى نطبق أطباق بهالأسبوع كمان المجيد، خلينا نسميه بالنسبة كمان لعيد الفصح، والعالم كتير صايمة. اللي انا رح اعمله هلا، رح احط من عصير الليمون شويه خل البلسميك، ملح وبهار، بتكون جاهزه عندي السلطه، وناطركم بعد اقل من نص ساعه. نرجع عن غيدة، باي. شكرا. بما انه اشاراتنا اليوم هي وحده طريق مخصصه للمشاة، والتانية طريق غير مخصصة للمشاة، أو طريق بتنتهي فيها الطريق المخصصة للمشاة، يعني صار فينا نحن والكاميرات والمشاة والمشاهدين نروح عند الشيف شادي ونشوف وين صار، لأنه الريحة ما بخبركم قديش طيبة. واهلا وسهلا فيكم كلكم سوا. ويا غيدة، هيدي ريحة الجروير او جملة الجروير اللي حطيناها على البشاميل، وتحت البشاميل في القرنبيط المسلوق، شغلة ولا اطيب من هيك. كمان فينا نقول انه من انواع الجراتان اللي كتير كتير كمان طيبين. شو بدي اقول؟ بدي اقول اليوم الجمعة وبكرة السبت وبعد بكرة الشعنيني، يعني نحن هذا الاسبوع اكيد كل الاطفال عم يستعدوا. اوكي، لا الشمع للتياب الحلوين، للتياب البيض، القديس نهار الاحد، الشمع اللي بدنا نشعلها، الزيتون، يعني اشياء كثير كمان من هالنوع. وكمان انا عندي بالبيت، عندي كمان زوجتي ميرنا حضرت كعك الشعنيني.
هلا ما بعرف ليش حضرت كعك الشعنيني على عيد الباك او شعنينه الروم وما حضرت كعك الشعنيني على شعنيني انا فكرت فيها شعنينه الموارنه وبيقولوا ما في عنصريه. اوكي خلونا هلا نبلش بموضوع حلقتنا لليوم وهو موضوع انه نشتغل بالخضره. يعني نحن اليوم عملنا مثلا مثل هون قدامنا عندنا البروكولي، جيت خلطت معهم الفلافل الحلوه الملونه الثلاث الوان، بازيلا، ذره، بصل، خل البلسميك، ملح، بهار، شوي صغيره من عصير كمان الحامض، عطوني سلطه وفكره كمان كثير حلوه صحيه بامتياز، فينا نعملها كمان على المائده، اوكي؟ دائما وكل يوم وكمان ايام الصيام. كما انه يا شادي الفرن ها تنجلب نحن من جوا الارنبيطات اللي ضلوا كمان 10 دقائق بقلب الفرن. لكل ارنبيط هون عندي الارنبيط حلوين صاروا كمان جراتيني بعقده، اخذوا هالقرمشه الحلوه، لقوا الجبنه كمان شو حلوه، وراح اجي انا احطهم هون تيبردوا ومنقدمهم بعد شوي صغيره، لقوا شو حلوين. برجع بعيد قرنبيط مسلوق، صلصه البشاميل اللي عملناها من الزيت، يعني شو عمل الشيف شادي؟ بسرعه دقيقه بدي هيك اشرح عنا، حليب عم يغلي ما بنعرف قديش. حليب عم يغلي ما بنعرف قديش. بلش يغلي الحليب. حطينا له شوي صغيره من الملح، شوي صغيره من الفلفل الابيض، شوي صغيره من جوز الطيب على جنب. خلطنا طحين مع زيت زيتون او زيت نباتي اذا بدكم، صار عندنا خليط او مزيج، هالمزيج بيشبه اللبن. بس غلي اكيد الحليب قدامنا، بلشنا نضيف من هالمزيج اللي اسمه رو عليا، وعم نشوف كمان الوصفه كمان على الشاشه. بلشت كمان حرك، صار عندنا بشاميل بتعقد بتجنن من دون اغلاط، من دون اغلاط. دلقناها على الارنبيطات المسلوقين او غيرها، ممكن تكون تليتلي مع الشامبينيون مع الدجاج مع اللحمه مع اللي بدكم اياه، وعليها البشاميل، جبنه من فوق موتزاريلا، جروير، ايمونتال، تشيدر تشيز، اللي بدكم اياه، اوكي؟ فيكم تحطوا عليها من فوق من الجبنه اللي بتحبوها وبنحطها بالفرن. ويلا هون ولعنا كمان تحت هالطنجره الحلوه الكبيره. هون عندي كمان لك وين شوي صغيره من مرقه الخضره عم تغلي، انا رح زيحها هيك شوي صغيره على جنب تيصير عندنا محل اكثر واكثر، رح احطها هون هالمرقه. وهون انا عندي مي كمان عم تغلي عادي، عندي 2 لتر من المي عم يغلوا هون، رح اجي ضيف لهم انا هون حوالي 20 جرام من الملح، حتى بعد شوي صغيره بدي اغلي فيهم كمان شويه تلياتيلي، وهعملهم كمان او نعطي فكره كيف فينا نعمل التلياتيلي فقط مع الخضره. وهون بهيدي الطنجره هلا رح ضيف كمان من زيت الزيتون. وين زيت الزيتون؟ حاطين لي على الروشه لزيت الزيتون. شو قديش بعيد حطيته انا، ما حدا حط لي. اوكي زيت الزيتون صار عندي جاهز هون كمان، وما بنحميه كثير يعني لانه احنا الطنجره عندنا اياها شو حميناها، حطينا زيت دغري حمي الزيت. وعندي خليط هون من الخضار كله ني بعقده بجنن وشكلهم كثير حلو والوانهم كثير حلوه، ببلش جزر، فلافل حلوه حمراء وخضراء وصفراء، بصل، اوكي؟ وهلا كمان جاي اصحابكم كمان لعندكم اللي هن البازيلا واللي هن الذره، وفينا نحط شقف بروكولي، شقف قرنبيط اللي بدكم اياه من دون اي مشكله. ليكوا هون ها شوي صغيره ما راح كثير لانه راح ضيف على الرز يلي بدي اعمله هون، هون راح اعمل رز وهون راح اسلق الباستا، وهيدي المقلي هون راح نحط فيها الخضره بعد شوي صغيره حتى نجي ننسف نخلط الباستا مع الخضره. هلا بفرجيكم كمان كيف اللي راح اعمله انا هلا هون فوق الرزات او فوق الخضره، وفينا نحط اكيد توم، يلي بيحب التوم عم يقولوا لي انه فينا نحط توم معلوم، فينا نحط توم، فينا نحط زنجبيل، اي نوع من البهارات بتعقد بتجنن، مقطعين كلهم هيك كيوبس صغار مكعبات صغار. والرزات اللي انا عندي هلا انا عم اعبيهم هون يا شادي، جينا عم ناخد هون كوب من رز البسمتي الحبة طويلة بحبون هيك، وفينا كمان نستعمل كمان انواع من الرز، وفينا نستعمل الرز ايطالي اربوريو، كارنارولي، فيالوني نانو، فينا نستعمل كمان الرز مصري اللي بدكم اياه بنعمله مع الخضرة، بس كل واحد عنده مميزاته وطريقة الطبخ تبعه. اوكي من دون ما نغسل الرز يا شيف شادي كمان
واو، خلطنا هيك شوي ورح نعمل كبايه ونص، ما رح نكتر كثير. هيدي كبايه ونص من الرز، ما زالت كبايه ونص من الرز حطيتها شيف شادي هون. شو لازم نعمل؟ لازم نضيف عليهم كل كبايه من الرز البسمتي، هيدا اللي انا بعرفه ومتعرف عليه، مجربه كذا مره، بعرف انه بياخذ كبايتين كبايتين الا شوي، كل كبايه من الرز. اوكي، من المرأة، من المرأة لازم تكون مغلية، يعني انا بشدد على هذا الموضوع. ليش؟ لانه اذا بنحطها باردة، صرنا قايلين كذا مرة، حبة الرز بتشرب مي كثير وما عاد بتقرقش عنا. هيدي كباية، لانه كل كفكيرين بيعملوا كباية، كمان هون كفكيرين، هيدا الكفكير مش اي نوع من الكفكير. هون صار عنا، حطينا هلا نحن اربع كفاكير، أربع كفاكير يا شيف شادي، ونزل كل حبوب الرز الموجودين ومعلقين على أطراف الطنجرة حتى يستويوا، لأنه إذا ضلوا هون ما راح يستويوا، لكن صار عندنا نحن هون. وعندنا نص كباية من الرز بعد ما حطينا لها كمان مي أو مرقة عم تغلي، مش عم نحط لها كباية وحدة، لأنه نص كباية بدها كباية بهالطريقة هيك، حلوين. وبنجي نحن هون بنسكر عليهم. هيدا بحال بدنا نعمل رز مع الخضرة فقط لا غير، أما بحال بدي أعمل رز مع الخضرة وبقلبها في لحمة، بجي أنا اللحمة أو بكون سلقها قبل أو بكون قطعها صغير، بتكون لحمة طرية بحطها مع الخضرة بكفي طبختي. بدي أعمل خضرة مع الرز، خضرة مع الرز بس بقلبها في دجاج، كمان بقطع الدجاج مثل الشاورما إذا بدي، أو مكعبات صغار بحطهم مع الخضرة بكفي طبختي عادي. وساعتها كل طبخة فيني أعطيها طعمة مختلفة حسب البلد اللي انا فيه، حسب انا ذوق اليوم اللي بدي اعمله، بمعنى يعني حسب بلد، يعني مرات كثير انا بدي اكون بالهند حس حالي واستعمل بهارات هنديه، مثلا تقول جرام مسالة بحط جرام مسالة، اليوم بدي اشعر انا بالسعوديه برياني احط بهارات برياني، يعني بلبنان بدنا نستعمل اوكي بهارات مثلا طاووق، يعني شو ما بدنا فينا نحط نحن اليوم نحن بالرز بطريقه انه نعطيه طعمه مختلفه، كما انه فينا عنا اولادنا بالبيت بدنا نعمله بطريقه عاديه، فينا نعمله بهالطريقه وكثير بحبوه الاولاد. وانا بترجيكم على شغله، كثير متعودين على قصه رز مع الشعيريه، كثير شيلوا الشعيريه شوي وحطوا محلها خضره، يوم بالاسبوع او ست ايام رز مع شعيريه راضيين، بس انه نغير شوي صغيره مع الاكل. يلا هون عليت النار يا شيف شادي، حلوين بعقد، وطلعوا هون هيك، هيدي كمان مقلي انا اللي رح اعمله هلا، رح اجيب هيك رح اطفي هون، رح ولع كمان هون، ورح اجيب الرز هيدا مع الخضرة حطه هون، لأنه شو رح أعمل أنا؟ رح اجيب هيدي المقلي حطها هيك هون، رح نولع ورح أعمل مش صوص، رح أعمل باستا مخلوطة فقط مع الخضرة، حتى كمان نبعد شوي صغيرة عن كميات من الكالوريز إذا نحن بدنا. بمعنى رح حط أنا من زيت الزيتون، طلعوا هون، حط زيت زيتون على المقلي بهالطريقة هيك، حلوين. بجي انا على الخضره اللي انا عندي بسكوب، وبرجع بعيد نحن ناطرين كمان بعد البازيلا والميس او الكورن، كورن وين لك وين هو، يعني الكورن الميس الذره ناطرينهم تيوصلوا بعد من بعض شوي تنحطهم وين على الخضره. بتعرفوا انتم الخضره انا حطيتها بالرز هلا كلهم ما كانوا مستويين، اما عندنا الذره والبازيلا عندي اياهم مستويين، فبنطر انا حوالي خمس دقائق بعد وبضيفهم على الرز احلى ما يستويوا كثير ويغير لونهم. ليكوا شو رح اعمل انا هلا هون كمان، بلش انا احط الخضره تبعيتي مشان الباستا بقلب المقلي، بخلي قلت شويه خضره انا هون مشان ضيفهم على الرز انا بالاخر، بدي اياهم يقرقشوا، وهيك انا ببلش اشتغل بهالطريقه. وهلا ها 200 جرام من الباستا، 200 جرام من الباستا، عندي لترين من المي الشيف شادي قال، قال لترين، والله لترين اوكي لترين من المي مع ملعقتين صغار من الملح، راح احط لهم 200 جرام من اي نوع من الباستا. انا عندي اليوم هالتالياتيلي اللي هي من عائله الفيتوتشيني، فينا نستعمل اي نوع من الباستا. اوكي، وهلا بس نرتاح شوي صغيري، بعد شوي ترجعوا لعندي راح تلاقوا انه الشيف شادي، ولا هلا راح نلاقي، فرجيني لنشوف. هلا فينا هلا ها، وصلوا وصلوا الذره، وصلت الذره، طلعوا ها
ليك الدرايات الحلوين، وكمان هون بعد شوي رح احضرها بعد نتفه صغيره، اوكي؟ وهون كمان وصلوا مين؟ اصحابنا البازيلا. بازيلا هون لا بعد شوي، لكن بهالطريقه، وبيجي انا وبضيف الخضره اللي انا عندي هون اللي بقيت كلها سوا. طلعوا كيف كلها 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 كلها، لانه كلها صحيه وحلوه ولونها حلو. طلعوا هالالوان اللي انا عندي اياها صار بالرز، بيعقد بجنن. ممنوع نحرك الرز يا شيف شادي، بس معلش معلش نخالف شوي القواعد. وهون واجي انا سكر عليهم وننطر حوالي 3 دقائق، وانا راح اطفي تحت الرز حتى لو الرز بعده في مي بقلبه، لانه بنطر بعدين 5 دقائق من بعدها بنلاقي كمان الرز شرب المرقه كلها الموجوده. وبهالطريقه كمان تطلع الحبه عندي بتقرقش بتعقد بتجنن. واللي راح اعمله انا هلا اجي حرك التليتين، لكن قبل ما نطلع بريك احبائي، لكن عندي الرز انا مع الخضره ضفنا عليه كل المكونات، بعد ناقصه اذا بدنا شويه ملح شويه فلفل. هلا بنشوف عندي الخضره كمان هون ناطره التليتين بس يستويوا، ناطرين كمان الذره بقلبهم والبازيلا، وفينا برجع بعيد نحط بروكولي وقرنبيط واللي بدنا اياه. وهون التليتين اللي عندنا اياها عم تغلي بدها 3-4 دقائق، بترتاحوا فيهم انتم هلا وبترجعوا لي. ناطركم، باي. بلشت اكل انا ما بيجي، ما في مجال. ما فيك تمك ولا القرنبيط. ايه ما هيك تمي والذره، حبيت الكورن. اوكي ايه مين ما بحب الكورن؟ لقيت ايه لا حبيت دغري، انا بس لجيت لهون بلشت اكل بالكورن. اكيد الشيف اخر محطه لإله مع رشه ملح، رح نشوفها اليوم بعلم الصباح. اول شغله لازم نعملها نطفي تحت الطنجره الرز مع الخضره. اوكي ضفت انا شويه ملح وفلفل على ليكوا المنظر، ليكوا المنظر. اندو تروح رجع بعيدة. ايه حلو رجع عيدة. لا شكله حلو. ايه بعمل مره ثانيه. لا ما بتزبط، اول وحده مظبوطه. اول وحده اصليه طلعت اصليه، لك ثاني وحده بتطلع حرك، مع انه ممنوع التحريك بس طلعوا كمان السائل. شفت السائل ليه ممنوع التحريك؟ لانه بخبص الرز ما لازم احرك انا. اوكي لا مش عم بعمل ريزوتو انا. ليكوا شو بدي اعمل انا هلا هون، ليكوا الحبه كمان كيف حلوه بعد شوي صغيره كمان بتنفش اكثر. اوكي لانه بتستوي اكثر. اللي انا بدي اعمله هلا بس انا بغلق هيك. أوكي. بضغط بقلب البخار بهالطريقه كمان بينشف، كمان بتنشف كل السائل الموجود بقلبها. اوكي دان هيدا واحد خلصنا منه. دان اثنين رحنا على التليتلي، ليكوا شو حلوين. 2 لتر من المي غليوا، حطينا لهم كمان ملعقتين صغار من الملح، وضفنا لهم نحن 200 جرام كمان من التليتلي. ليكوا شو حلوين هالحركه هيدي هون. اوكي اوكي ترشر يا مصطفى. ميرسي يا مصطفى، يعطيك الف عافيه يا مصطفى. ليك بسألك سؤال، بسألك سؤال، هل يجوز نعم انه زوجتي نعم تحضر كعك الشعنيني على الشعنيني تبعون الشعنيني تبعونا هوديك الهديك الشعنيني هلا مش شعنيني هيديك؟ والعين. طب انتوا جوزتوا مخلوطين؟ بدي كبهم من الشباك لتعكيتني. انت بدك كعك تحت البيت اليوم؟ خلص ما قلنا حيوحدوا للعيد مرت الجاي. خلص يلا السنه الجاي لعيونك. طلعي هون هلا شو بدي اعمل؟ ما تروحوا قلت لهم خلي لي شوي شوي يعني انا خلي لي شوي بعد اذا بدك. لو انك انت جوزيف كنت حطيتهم كلهم سوا بس أنا. اوكي يلا بازيلا 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 حلوين بعقدوا. ليكوا شو بدي اعمل انا هون، ولا تحتهم من جديد. اوكي وهون شو بنعمل هلا؟ منجي منبلش بس انت عقلك كبير. خلص انت الجاي لعيونك حيوحدوا للعيد. اه والله خلص كبير. ايه خلص نحن انا بحط شوي. انا صار لي هلا جمعه بهالهيل. هل هيل من جاي من فعل هل هلا؟ هل لا هيل يعني من هللويا افتكرت هلا لانه هلا لقيت احد الهيل عم يعطي طعمي للاكل. انا بعرف من زمان هيك بس كل مره بتلاقيني كل اسبوع بعلق على شيء. علقت جمعتين ثلاثه على الزنجبيل، طلعنا بعدين كملناها ضلينا شيء بكمون مدري قد ايه، بس هلا عن جد طلع شو حلوه هيك بهالطريقه. وراح اجي انا فيني هون زيد توميتو صوص، صوص طماط. اوكي فيني زيد كريم فريش، فيني زيد بشاميل، فيني زيد توم وزيت بعد، وفيني ما زيد شيء. برافو. وهذا الافضل انا اليوم ما راح زيد شيء لان راح اعمله هلا. أوكي. بدي اعمل شغله، راح اروح انا مشوار يلا على المجلى، راح اجي انا صفي بهالطريقه صفيها وتعا
بس ما رح خلي ما رح صفيها كثير، طلعي بعد فيها مي، بعد فيها مي، طلعوا ها، لانه المي مع الزيت مع الخضره شو رح يعمل لي هلا؟ رح يعمل لي مثل صوص. هون كمان في عندي شويه مي، طلعي هلا ها، لكي كيف؟ هالقد خليت مي؟ واو، وبجي بحط التلاتة اللي فوقهم. هلا بتشوفي كيف بتنعمل الصوص من دون صوص. قوي كثير انت اليوم. هي معلوم ليك هلا هون. لا ماجيسيان يعني هيدي اليوم مش شيف. هيدي كبية المي هون. هيدي لي انا. اللي انا بدي اعمله هلا بجيب انا هيدي هيك هون وبنحطها هيك. اليوم الساحر شادي مش الشيف شادي. ليك كريم كيف بنحرك احنا الباستا بطريقة حلوة بهالطريقة من هون مش من هون. اوكي. من هون. لأنه الباستا طويلة وممكن إذا عملنا هيك نكسر الباستا، فنحن بنعمل هيك بندخل هيك ونبلش. شفتي؟ شفتي الطريقة الحلوة؟ لا قوي كثير شادي. طلعي الألوان كمان شو حلوين وهون بلش كمان إذا بتحسي ليكي رح أعمل أنا هيك، ليكي كمان بتلاقي بعد في مي شوي صغيرة، ليكي كيف شفت المي؟ هيدي هي هون عم تعمل لي الصوص. وهلا الضربة الأخيرة وليس الآخرة هي الزيت زيتون على يوم من فوق، طلعي شو حلوين هيك يومي. هيك هيك. واللي بدي أعمله كمان بعد بس أنتم ما تعملوه، لأنه ما راح تلاقوا جبنة جرويير مثل اللي أنا عندي إياها. ليه ما حيلاقوا؟ ما راح يلاقوا، ما راح يلاقوا، ما راح يلاقوا، ما راح يلاقوا. هلا بتشوفوا أنا ما بحب الباستا تمغط الحقيقة. إيه. بس بعرف إنه بس تمغط الباستا بتشهي. إيه أكيد. ما هيك يعني بس تمغط مع كل الطبخات. هيك بحب نحطها وقبل ما نقدمها لأنه عملنا مشكلة بالتقديم، طلعوا شو حلوة هي. يا مع الجمال. ونزيح هيك يعملي معروف. ونجي. ونسكب. وانت ما قلتي لي بدك تسكبيه؟ ايه رح اسكب الارنبيطات. يعني انا اللي رح اعمله هلا رح اجي انا لهون لبرا، ليكي لبرا لبرا لبرا. لوين رايح؟ طلعوا فيني بس لوين لبرا؟ ليكي لبرا، طلع لبرا اكيد رح اخذ الصحن. طلعي هون تلي شفتوا شو حلوين وكمان بقلب ها. ارحمني يا شادي. طلعي هون كمان تلي شو حلوين بهالطريقه كمان. وهلا الرزات ما انا جايين على الرز بعد شوي كمان هون ثلاثه هيك. ايه كم واحد نحن بالاستوديو؟ ثلاثه بواحد. اوكي كمان هون كمان عندنا. وببلش انا شو بعمل؟ يلا اكيد هلا الكاميرا اخذه وشايفه كل شيء. بنبلش نفضي الجبنه مع الخضره. طلعوا انا بس عم بعمل هالطريقه بس مشان شاهيكم اكثر واكثر، حتى اليوم دغري نعمل التلياتيلي مع الخضره لانه عن جد حلوه. إيه. او اذا مش اليوم الجمعه العظيمه الاسبوع المقبل. طلعوا شو حلوين. صحيح. مع الخضره من دون اي زيني اي شيء لانه كل الزيني موجود صارت بقلب الطبق تتعقد بالجن. الرز مع الخضره يا شيف. ونحن هنا. شو حلو. شوفوا الكريم، اتركي الرز، اتركي الرز، شوفوا الكريم بالارنبيط. ايه بس كثير فيها كريم يا شادي. شوفوا بتعقد بجنن معنا. إيه. هي بس بشمال الجراتان. يعني عم ناكل نحن اليوم بشمال مع شو؟ مع الارنبيط. ليكوا هون الرز كمان بمصر بيسموه، كنت عم اقول لك بشاميلا. ومقادير الرز مع الخضره عم نبلش نشوفهم. ليك الرز كيف؟ رح انا هلا كمان ناخذ هيك صحن. ريحه الفليفله طالعه كثير طيبه بقلبه. ايه ريحه الفليفله بس كثير طيب. كله كثير طيب. بتعرف مع انه انا بالعاده بحب كثير الرز مع الشعيريه بس حبيت كثير اليوم رز مع الخضره. انا اليوم اعتمدت قصدا اكيد اني اعمل هيك كثير اشياء بالخضره حتى ناخذ افكار كثير. انا بعتقد صحيح نحن عملنا يمكن سلطة البروكولي هونيك وحده، ارنبيط اثنين، باستا ثلاثه، ايه؟ ريزوتو اربعه او ايه؟ الرز مش ريزوتو باردون، الرز مع رز. الخضره لانه ريزوتو عنده كويستون مختلفه او صح. طريقه طبخ مختلفه. صح. فالبدي اقول انه بس من هالافكار هيدي قدرنا اليوم ناخذ مليون فكره. يعني أنا فينا نضيف عليهم قد ما بدك افكار ولا لا؟ ليك الرز. صحيح انا بوافقك الراي دائما. برجع بقول دائما اوكي انت كلي وانا بحكي. بدي اقول شغلي انه الرز عن جد نعمله دائما مع هالشعيري رح اتعقد من هالشعيري. اي بد يعني تعال نعمله مع شويه خضره هيك وحتى مثلا نقول يكون في باميه مثلا مع هيدي باميه. لكن شو عرفني شو ما يعني او نعمله هيك الرز يعني نعمل نحن رز ابيض مرات بالبيت مش مزبوط؟ صح. لما بنعمله مع شويه خضره مش ضروري مع كل هالخضره بس انه ايه؟ كثير بتعطي وفيهم غذاء اوكي وفينا طيب. كمان هالشكل الحلو. وهون كمان نحن شو بنعمل؟ بنصير بنشتي. لوين رايحين؟ رايحين على تشاينيز ريستو. ايه. شو رايحين تعملوا؟ ناكل فيجيتابل رايز. تفضلوا. ايه. رايس. رايس. هلا انتم لانه بايطاليا كنتوا تقول اوقات رايز. رايز ايه. بس بلبنان بنقول رايز. والله؟ نحن بنقول رايز اوف شيف شادي يعني طلوع للشيف شادي رايز. بس رايز بنقول بلبنان على الانجليزي. بكره انا رح اكون موجود معكم بحلقه ممتعه جدا. وين؟ اوكي بالتلفزيون المستقبل. ك
كل حلويات اوكي رح احاول اظبط حالي تبين بكره قلب على الحلويات ايه شو حتحضر؟ فرح احضر كريمه كثير حلوه ايه عمري شو هي كريمه يا بلوطه عمركم شو نسيت امبارح عملت صوص بيستو ايه قالت لي ضفت اطباق جديده ايدينا وراها اللي حضر الحلقه امبارح عن جد ما بدي اقول لا اختراع ولا بدي اقول شطاره جربوها هالصوص البيستو اللي عملت امبارح وردوا علي خبر اكيد واللي ما حضر امبارح لانه كان معك جوزيف مش لانه انت يعني فجرت فنك ليش انا جبت السيره خلينا نرجع على الموضوع هو جوزيف هو اللي فجر على الطبق هو اللي عمل الاختراع الجديد مظبوط هو اللي اكل بعدين اثنين بورشن يلا باي يعطيكم بكره طيبين يعطيك الف عافيه شيف اكيد يعني اطباق كثير طيبه وريحه ما معقول شو طيبه وبتشهي وحتى الارنبيط الجراتان بالارنبيط كثير طيب انا بدي ذوق هيدا الرز قبل عملك شوي صغيري انا والمشاهدين لانه وعدتهم لا عملك شوي صغيري بدي اقول شغله بدي اقول شغله بدي اقول شغله قول شو بكره ايه بكره شو رح نعمل لانه بلشنا بالحديث ووقفنا فقالوا لي جاعد بكره بدنا نحضر شيء مثل التيراميسو بس ما راح نستعمل الماسكربوني وما راح نستعمل السافوياردي اوكي وشو راح نعمل بعدين راح نيجي نعمل نستعمل؟ بعدين ما راح نقول اوكي راح نعطي فكره كثير حلوه بالنسبه تحضرون هودي نهار الاحد اوكي يعني شغله كثير حلوه وبرجع طيبين مش عارف حط علينا هيك زنجبيل وكذا مدري شو عادي ابدا بدون زنجبيل اوكي وبرجع اذكر كمان انه نهار كمان السبت الاحد هيدا راح يكون الشيف مازن معنا بده يحضر معمول بس رايحين معمول مشمش ايه معمول مشمش جاي ايه خوتها نهار محضوم ايه معمول بالطين عرفتي كيف؟ يعني بس لانه صرنا كذا مره عاملين معمول بالفستق واللوز والاشياء كلها سوا ورح كمان نعطي افكار ونهار الثلاثة في عندنا حلقه صحيه بامتياز مع كارلا عن المعمول لانه العالم ناطرين ايمتى بدنا نعمل كمان معمول فاعملوا معروف كمان انطرونا بهاليومين وبدي ارجع اقول لك يعني عمول معمول رح نعمل الثاني معلوم عرف معمول رح نذكر بالاشارات برافو عليك انت ذكر فيهم شرفك اوكي هالاشارتين اول وحده حلوين وحده بتقول انه ما نقطع الطريق اوكي لا هيدي لا لنا لا عملك هيدي بتكون طريق يعني طايرين بالسياره هيدي بتكون لنا هيدي الطريق لما بنشوفها يعني هي طريق مخصص للمشاة هدول اللي بيكونوا بافي بيكونوا بيدسترينز يعني بيكونوا مش معناتها انه هلا بده يقطعوا المشاة لا بيقطعوا لنا رقبتنا هيدي بيقطعوا الطريق هيدي لنا هي طريق مخصصة للمشاة الثانية اللي حدا اللي عليها ساين مع سلاش طريق مخصصة لشو اسمه للامبيلونس لا طريق بتنتهي فيها انه هيدي هي كانت طريق مخصصة للمشاة هيدي نهاية طريق مخصصة للمشاة هدول الاشارات هن الزاميات ما تضيع العالم مش يا عمي بنعمل حمله كامله كل الشهر بيجي الشيف بيقضي عليها للحمله اول وحده طريق مخصصه لا نرجع نعيدها بطريقه كثير حلوه وعملنا مش نقدر نفهمها اكثر واكثر اكيد يعطيك الف عافيه اطباق كثير طيبه ميرسي شيف نحن بنودع كل المشاهدين ان شاء الله بيكون نهاركم كثير حلو واكيد ان شاء الله نهار الاحد كل التحضيرات للشعنينه المباركه ان شاء الله للجميع ونحن بنشوفكم بكره. Another wave.